السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ من 4 ايام اتكلمت مع حضرتك عن اشعار اليوتيوب وازالة الحسابات الغير صادقة. شركة جوجل والجيميلات عمالة تتفنط، ايه الدنيا؟ في ايه؟ عايز اقول لحضرتك الى الان اليوتيوب لم يتوصل او لم يصل الى حل هذه المشكلة. لسه ال10 ايام لسه مختفيين، ولسه في حسابات بيتم ازالة الاشتراك برغم ان الحسابات دي حسابات شخصية وحسابات صادقة 100%. ازاي يا متوحد يا فكرة؟ هقول لحضرتك ازاي. حضرتك بتعاني من نقص المشتركين، وانا كمان بعاني، وغيرنا بيعاني، وجميع القنوات بتعاني، لكن اليوتيوب الى الان لم يتوصل الى حل هذه المشكلة، والخوارزميات اللي بيتبعها علشان يحتسب عدد المشتركين اظن فيها خلل. فيها خلل، لان البعض من حضراتكم ومنشئين المحتوى قريبين جدا جدا مني بيجي يقول لي يا متوحد يا فكرة، انا كنت مشترك في قناتك وبكتب لحضرتك تعليقات بشكل مستمر، فجأة ومرة واحدة بلاقي نفسي مش مشترك في القناة، ايه العمل؟ طب انا عملت ايه؟ ما عملتش حاجة حضرتك، ما عملتش حاجة. بعلق، بعد رياكت بعمل لايك، بعمل كل حاجة على الفيديو بتاع حضرتك، ايه اللي مرة واحدة يخليني مش مشترك في قناتك؟ هي دي الغلطة اللي في اليوتيوب. اليوتيوب الى الان لم يتوصل الى حل هذه المشكلة. ناس كتير جدا من حضراتكم بيكونوا متابعين المتوحد فكرة، ويلاقي حسابه مرة واحدة غير مشترك في القناة، ايه العمل؟ مش عارفين. انا وانت وغيرنا مش عارفين الحل فين، لان الحل عند اليوتيوب نفسه، لان الخوارزميات اللي هو بتتبعها او الحاجات الجديدة اللي هو دخلها على احتساب المشتركين من شهر مارس اللي فات فيها مشكلة. فيها مشكلة، والواضح ان لسه في مشكلة لغاية فترة قريبة جدا، اهو 10 ايام سابقة. فبالتالي كل واحد ينتظر ويشوف الدنيا ماشية ازاي، ولازم حرفيا تقول لمشتركينك بشكل مستمر، شوف حضرتك مشترك في القناة ولا لا، واتمنى حضرتك لو مش مشترك في القناة تشترك في القناة. ودي حاجة تذكيرية للمتابع عندك، حتى لو مش مشترك هيبدأ يشترك. فعشان كده لو حضرتك مش مشترك اتمنى تشترك في قناة المتوحد فكرة. الحاجة التانية والتنبيهية اللي انا محتاج انبهها لحضرتك، في ناس كتير جدا من حضراتكم بيعملوا حسابين، حساب للقناة وحساب لجوجل ادسنس. هو بيفتح بشكل مستمر حساب القناة، لكن حساب جوجل ادسنس بيفتحه لما بيستلم الارباح مثلا كل 3 اشهر او 4 اشهر او شهرين. ناس كتير جدا عندهم نفس المشكلة دي، بيتفاجئ مرة واحدة ان تم ايقاف الربح، او بيتفاجئ مرة واحدة ان تم اغلاق جوجل ادسنس، لان حضرتك ما بتفتحش بشكل مستمر حساب جوجل ادسنس. علشان كده دلوقتي حالا لازم حضرتك تدخل تفتح حساب جوجل ادسنس وتفتحه بشكل مستمر، علشان لو حصل عندك اي مشكلة في الموضوع ده صدقني هتتعب جدا، علشان تبدأ تعمل حساب جوجل ادسنس تربطه بالقناة بشكل جديد، او تبدأ ترجع الربح تاني للقناة، لان في تعليمات او في حاجات في اليوتيوب مش واضحة. هنقابل مشكلة الفترة اللي جاية في الموضوع ده. فعشان كده دي نصيحة مني ليك، علشان حضرتك تخلي بالك على قناتك وتحافظ عليها، لان ناس كتير جدا في الفترة الاخيرة بتلاقي اشعار ليهم اتخذ اجراء، اتخذ مش عارف ايه، فعل ميزة تحكم خطوين وهو مفعلها، يقول له فعلها تاني. طب ايه الدنيا؟ حضرتك مش عارف ولا انا عارف. علشان كده بقول لحضرتك زيك بشكل مستمر بعد اذن حضرتك افتح جوجل ادسنس وخاف على نفسك. نيجي الحاجة الاخيرة وهي الارباح. في الفترة الاخيرة المفروض ناس كتير جدا، وانا استلمت ارباحي بالفعل في الحساب البنكي، وكنت عملت فيديو بالموضوع ده. علشان كده في ناس كتير جدا بيقولوا يا يوسف احنا الى الان ما استلمناش ارباحنا، وبصراحة انا مش عارف اتكلم معاهم على اي طريقة تواصل. فعشان كده بطلب من حضراتكم لو سمحتوا تكتبوا في الكومنتات حضرتك منين والبنك بتاع حضرتك ايه، علشان نبدأ نشوف المشكلة دي عامة ولا خاصة، هل هي لجميع الدول ولا دولة محددة. والحاجات دي هتبدأ توضح لنا حاجات كتير جدا، لان حضرتك ممكن تكون مش فاهم ان الحوالة اللي جات لك من البنك جات لك حوالة، مجرد حوالة مش تحويل بنكي. يعني ايه متوحد الفكرة؟ هو مكتوب تحويل بنكي بس جات على البنك مجرد حوالة، فمش هتيجي على حسابك البنكي، هتيجي باسمك. فحضرتك لما تروح تسأل البنك، اسأل البنك هل جالك حوالة باسمي، وتقول الاسم. لو ما جاش الاسم يبقى حضرتك متاح ليك انك تتكلم مع الدعم الفني بعد 15 يوم علشان تاخد رقم اسمه السويفت، مش السويفت كود، لا، سويفت SWIFT، ده رقم الحوالة. هو هيديك رابط وتبدأ تاخد رقم الحوالة وتبدأ تكلم البنك بتاع حضرتك وتبدأ تتابع معاهم علشان تبدأ تفهم الدنيا ماشية ازاي. في بعض الاحيان بيقعد 15 يوم على ما يوصل الارباح ليه
البنك بتاع حضرتك، فعادي ما تقلقش ان شاء الله فلوسك جايه جايه. لو ما استلمش يعني البنك بتاع حضرتك ما استلمهاش، هتبدا ترجع لحسابك البنكي بشكل عادي خالص، وتبدا تستلمها باي وسيله تحويل اخرى. وخد بالك هو حساب بنكي فقط، لان خلاص اتمنع الويسترن يونيون في الفتره الاخيره على الحسابات الجديده. بالتوفيق للجميع، اتمنى لو حضرتك عندك اي مشكله تكتب لنا في الكومنتات. ودي كانت ابرز الثلاث مشاكل اللي موجوده الاسبوع اللي فات في منشئين المحتوى، اللي بتواجه منشئين المحتوى في الفتره الاخيره. ودي سلسله جديده هنبدا نعملها كل اخر اسبوع ان شاء الله، ونبدا نشوف اخر او اكتر المشاكل اللي موجوده عند منشئ المحتوى، ونبدا نوصلها علشان نبدا نشوف هي مشكله عامه ولا مشكله خاصه. انتظرونا في كل جديد في المتوحد فكره. لو مش مشترك في قناه اشترك في القناه. واتمنى لو حضرتك شايف اي حاجه ممكن نفيد بيها نفسينا، اتمنى انك تقولها لنا في الكومنتات. وعايز اقول حاجه قبل ما اختم الكلمه، او قبل ما اختم في الموضوع ده، معلش انا يعتبر الوضع ده التسجيل ده جديد عليا، فالرهبه دي هتروح مع الوقت يعني. بس هقول لحضرتك حاجه، عادي جدا على فكره ان يجي لك رهبه، ويمكن الرهبه دي ممكن تكون مصطنعه عشان اقول لحضرتك ان اي حد بيجي له رهبه قدام الكاميرا. وحضرتك ممكن تنزل فيديو عادي، ومع الوقت هتلاقي نفسك بتتعدل وكل حاجه بتكون افضل واحسن. ليه ما فيش دعم في قناه المتوحد فكره؟ ناس كتير جدا لما قلت لهم ادوني افكار علشان ابدا اعدل او اطور من نفسي، بداوا يقولوا ليه ما بتعملش دعم للقنوات؟ ليه ما بتجيبش قنوات تبدا تتكلم عليها؟ اول حاجه انا بيتم مراجعه القنوات بشكل دوري كل سبت واثنين واربع على قناه رياكت المتوحد الساعة 12 بالليل في بث مباشر، واحيانا بيكون في مع حضراتكم كده فيديوهات بتنزل اي حاجة من الحاجات دي على قناة رياكت المتوحد، مش على المتوحد فكرة، لان المتوحد فكرة قناة تعليمية صرف، وانا حابب ان هي تكون تعليمية فقط. الحاجة التانية ان الحاجة دي صدقني مش هتفيد حضرتك. ليه؟ لان ده تبادل بالشياكة، وانا ضد التبادل، هبقى بتبادل معاك بشياكة، ودي حاجة مش حلوة. نصيحة من المتوحد فكرة لاخواته، علشان حضرتك تبدأ تعمل قاعدة جماهيرية وتشتغل صح، لازم تعافر على المحتوى. مش اي قناه بتعمل لك دعم تجري وراها، ده مش دعم، ودي مش حاجه حلوه، ولا تسقف لنفسك في الاخر، لان حضرتك بتسقف لمجهود غيرك، او بتسقف لحاجه مش ملك ليك، او حاجه حضرتك ما عملتهاش. لكن لما تجيب مشترك بمجهودك وشغلك، ده الفرحه الحقيقيه. وشكرا ان حضرتك اشتركت في القناه. بالتوفيق للجميع.